كما في أكثر الروايات بغير ترجمة. وهذا كما قلنا أنه متعلق بالباب السابق، لذلك قال كأنه الفاصل باب. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان الحكم بن نافع، أبو اليمان البهراني الحمصي من الثقات الأثبات. أبو حاتم يقول هو نبيل ثقة صدوق، وهذه معناها أنه ارتقى مرتقا صعبا جدا، فأبو حاتم شحيح جدا في التوثيق. يقول عن الشافعي صدوق، يقول عن مسلم صدوق، يعني هو هذا كلام أبي حاتم. قال أخبرنا شعيب، أبو اليمان دائما يكثر عن شيخ شعيب، يعني السلسلة هذه معروفة، أبو اليمان عن شعيب عن الزهري، شعيب بن أبي حزم حمزة بن دينار القرشي، وهو من الثقات الأثبات، وثقه يحيى بن معين وأيضا أبو حاتم الرازي. قال ثقة أبو زرعة أيضا. قال شعيب أشبه حديثا وأصح من ابن أبي الزناد. وأحمد أيضا قال صالح الحديث. قال عن الزهري: الزهري أمير المؤمنين في الحديث. الحق أن الزهري يرسل أو يدلس عن الضعفاء، يدلس عن من هب ودب، ومع ذلك احتمل العلماء حتى في الصحيحين حديثه لبحر الروايات. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. العجيب أن عبيد الله هو من الفقهاء السبعة. قال الزهري: ما جلست أحدا إلا واستوعبت ما عنده إلا عبيد الله، لأن الله منحه الفقه والحديث، جمع الله له بين العلمين. قال أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعبد الله بن عباس، عائشة قال الذهبي: عائشة هي أعلى النساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن أبي الأمين، روى لها الجماعة. قال وعبد الله بن عباس هو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن أبي الأمين ترجمان القرآن، صحابي ابن صحابي. قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموت، اتفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم يعني احتبس نفسه كشفها، يعني هو من شدة ما يعاني بأبي وأمي. سبحان الله، كان النبي يضع يده على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. اتفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال يحذر ما صنعوا، وفي رواية يحذر ما صنعوا، قال يحذر ما صنعوا. قال وقال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أصح الناس أثبت الناس في مالك، عن مالك ومالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، عن ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال عن سعيد المسيب، وسعيد المسيب هو أعلم التابعين كما قال الإمام أحمد، وهو سيد الفقهاء السبعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث فيه دلالة واضحة على حرمة بناء المساجد على القبور، وقد بينت قبل ذلك أن المسألة على مرتبتين ينظر فيها. إذا كان المسجد قد بني على القبر يهدم المسجد، لا يقام، يهدم المسجد لأنه ليس محلا له وتبقى القبور، وإذا أدخل القبر في المسجد، يعني بني المسجد أولا وأدخل القبر ينبش القبر
ويرحل إلى مكان المقابر ويبقى المسجد دون قبر. وهذه الأحاديث دلالة واضحة جدا على حرمة بناء المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في رواية قال: هؤلاء القوم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح. وفي رواية قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. طبعا هم العلماء قالوا وصالحيهم تفرض للنصارى، وأما اليهود كان فيهم الأنبياء، لأن أتباع عيسى عليه السلام ما كان فيهم إلا عيسى عليه السلام، لذلك قال وصالحيهم كمريم كيوشع كالحواريين. فهو هنا الإفراد في هذا الباب، خلي بالك شيخ، فهنا عندنا الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، فيها دلالة واضحة جدا على حرمة بناء المساجد على المقابر، لأنهم استحقوا اللعنة بذلك، واللعنة طرد من رحمة الله جل في علاه. وفيها دلالة على أنها كبيرة من الكبائر، فيها دلالة على أنها كبيرة من الكبائر. ولقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يحذر ما صنعوا. الرواية الأخرى تدل لك على أنها كبيرة من الكبائر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق، أعظم الخلق شرا عند الله جل في علاه، لأنهم اتخذوا القبور مساجد. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الذرائع، وهذه لم يلتفت إليها أو لم يلفت إليها أحد من الفقهاء. كل من قال بأن الصلاة في المقابر مكروهة أو محرمة على قول الفقهاء يقولون بالنجاسة، يعني يعللون المسألة على النجاسة، يدورون مع النجاسة حتى دارت ولا يتكلمون على الذريعة، مع أن العلة الصريحة الصحيحة في ذلك في قول عائشة: يحذر ما صنعوا، على مسألة الشرك، أنه وسيلة للشرك، وسيلة لأن يعظم من دون الله جل في علاه، فأغفلوا الأهم واهتموا بمسألة الفروع. هكذا الفقهاء ينظرون النظرة هذه. قالت يحذر ما صنعوا، ففيها كما قلنا حرمة بناء المساجد على القبور وحرمة إدخال القبور على المساجد. وفي التفصيل الذي فصلناه بأنه لو كان المسجد أولا ينبش القبر، لو كان القبر أولا فالقبر أحق فالمسجد يهدم، ما يصح أن يبنى على ما في القبور. بقيت شبهتان، شبهة طبعا أقاها إلينا الدكتور سيدنا على أن الغمار ومن معه يقولون ويحتجون، طبعا يقولون باستحباب بناء المساجد على القبور لقول الله جل في علاه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طبعا الشبهة الأولى يعني نقدمها لها شبهة المسجد النبوي، يقولون المسجد النبوي في قبر، ماذا تقولون في ذلك؟ الحق أنها ليست بشبهة بحال من الأحوال، لأن المسجد الذين أدخلوا القبر في المسجد وعبد الملك بن مروان من بعده، مروان لما أراد التوسعة أدخل القبر، فالقبر أصالة ما كان في المسجد. وعائشة بيان ذلك قالت: يحذر ما صنعوا. وفي الرواية الأخرى التخفيف: يحذر من ذلك، يحذر ما صنعوا، يحذر أن يعظم قبره، لذلك عليه مثلث بهذه الطريقة. وأنت ترى الحمد لله في هذا الباب الحفاظ على عدم التبرك، وهذه مسألة نتكلم عنها. فأصالة القبر ما كان في المسجد فليس في النزاع. طب إحنا الآن الواقع يقول بأن القبر في المسجد، قلنا نعم، لما نجد قلنا العلة في منع المقابر في المساجد أو المساجد على المقابر، العلة في ذلك مع النجاسة التي قالوا بها، بسم الله، مسألة الذريعة، ذريعة الشرك. فنقول القاعدة عند العلماء: ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. هو منع بناء المسجد على القبر أو منع الناس من الصلاة في المسجد في قبر حتى لا يكون ذريعة إلى تعظيم المقبور ثم تصرف له العبادة من دون الله بعد ذلك، وهذا الذي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا في مأمن منه. قالوا: كيف يكون مأمن منه؟ قلنا: قدرا وشرعا.
أما شرعا قالت يحذر ما صنعوا. والآن ترى الناس جميعا في السعودية حفظهم الله تراهم عند القبر بالعصا، لا يقبلون أحد يضع يده حتى على الجدار، حتى لا يكون التبرك، من بعد يسلمون ويمشون. وأما قدرا فإن النبي دعا ودعاء النبي مستجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ نعم، قال النبي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والنبي دعاء مستجاب، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذا قدرا وشرعا أمنا مسألة الذريعة، والقاعدة عند العلماء: ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. أما الشبهة الثانية هي شبهة في قول الله جل في علاه: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه المسألة فيها توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول في قوله: وقال الذين غلبوا على أمرهم، فقال علماؤنا هذه دلالة واضحة أنهم قهروهم لذلك، فكان الأمر على الرضا في هذا الباب، يعني الذين تملكوا الأمر غلبوهم على ذلك وقهروهم عليه، فليس في النزاع وليس في الاختيار، ومن أين الاستحباب؟ هم قد قهروهم على ذلك. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني: هذا شرع من قبلنا، والتحرير والتحقيق أصوليا شرع من قبلنا، ليس شرعا لنا إلا أن يأتي دليل من شرعنا يوافقه. لقول الله جل وعلا: جعلنا منكم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو تنزلنا مع الخص وقلنا شرع من قبلنا شرع لنا، فقد جاء من شرعنا ما ينسخه. بقول النبي: لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا القبور أمرهم وصالحين مساجد. الرواية الأخرى لابن عباس قال: ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، فمنعهم. وهذا نهي صريح من قول النبي، ولقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. وأيضا في قول النبي: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا جاء من شرعنا ما ينسخ هذا الشرع فلا يؤخذ به، كالسجود لما سجد ليوسف عليه السلام، جاء سعد بن معاذ لما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فالشرع من قبلنا منسوخ بشرعنا، فهذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. خلاص تم تعدل المكان ده. عشان كده ساكتين بس ما هل بتاع خلاص. انا البوابه الثانية صحيح. اما التوجيه الثالث فهو لأن السياق سياق امتنان وبيان أن القوم عظموا المعجزة التي رأوها، ولم يكن مقصودا لذاته بناء المساجد عليها، وهذا تمسك به أهل البدع والضلالة كما قلنا، وقالوا بأنه يأتون بالمتشابه، يأتون بالمتشابه ويتركون المحكم، والمحكم ظاهر بأنه يحرم هذا. نعم، الفوائد المستنبطة: الحفاظ على حياض التوحيد، لأن النبي في مرض موته كان الذي يجهله هو سد ذرائع الشرك، الحفاظ على جناب التوحيد. قال: لعنة الله على يهود ونصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. الفائدة الثانية: علامة الكبيرة أن يستلحقها اللعن، بناء المساجد على القبور كبيرة من الكبائر. جواز الدعاء على الكافرين، يعني جواز اللعن على العموم لا على الخصوص، وإن كان ابن عباس يرى بأن اللعن يقع على الأعيان وهذا ضعيف، وجميل أهل العلم على أن اللعن لا يقع على المعين، يقع على التعميم.
ودلالات في ذلك. لعن في الخمر 10، يبقى شارب الخمر ملعون. ومع ذلك عياض لما أتي به وقال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، قال النبي لا تلعنه، مع أنه قال لعن في الخمر 10، لا تلعنه ما أراه إلا يحب الله ورسوله. ولما قال النبي لعنة الله على فلان، لما دعا على الستة في غزة أحد، لما شدوا نبيهم وكسروا رباعياته بأبي هو أمي، فماذا أنزل الله؟ قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم، لكن يجوز اللعنة على التعميم، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين. لذلك قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. الفائدة الأخيرة خطر الغلو، أرجو أن تكون مطرية، خطر الغلو، لأن الذي جرهم إلى ذلك التعظيم، أول كفر أول شرك حدث مع قوم نوح أصله التعظيم والغلو. هذه السنن قد من الله علينا بالانتهاء منها. لو في أسئلة فضلوا.